نروح لتفاصيل اخبارنا، ومن اهم الاخبار ومن اهم الرياضات اللي احنا بنتابعها على مدار الفترات اللي فاتت، واكيد بيكون التركيز عليها كبير جدا لاكثر من سبب، لنجاح منتخبنا الوطني باعماره المختلفه فيها على مدار اجيال، لتالق كل مجالس الاداره او معظمها بيجوا ماشيين بنفس الخطى المميزه، بالتالي كمان على الصعيد الاداري الوضع مميز جدا، وده اكيد بيكون ليه صدى على الشكل الفني لدى منتخبنا. بنتكلم اكيد عن منتخبنا لكره اليد، وبتبقى اكيد جنب بقى ماتشات منتخبنا لكره اليد الدوليه بتيشرت منتخب مصر ناشئين شباب ومنتخب اول، مباريات القمه ما بين الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي، من الماتشات الممتعه جدا جدا، ومحظوظين ان احنا كمان لما هنكون بنتابع الماتش المتبقي في هذا الموسم اللي هيكون من خلاله بيتحدد مين الفايز بدرع الدوري، ولكن عن الموسم اللي فات. ماتش بقى قمه كره اليد ما بين الاهلي والزمالك اللي متاجل من الموسم اللي فات كان مقرر ليوم الجمعه اللي جايه، وكان في شويه كلام خلال الساعات اللي فاتت كده عن امتى هيكون بيتلعب، هل هيتلعب ولا لا. اتحاد كره اليد اعلن من ساعه تقريبا اقامه الماتش في ميعاده يوم الجمعه اللي جاي الساعه 6 مساء، ورفض تاجيل الماتش او اللعب بالقوام الجديد. كان النادي الاهلي رافض اقامه المباراه بالقوام القديم وتمسك باقامته بالقوام الجديد او التاجيل لحد ما يجهز لعيبه المرتبط عشان يكونوا بيلعبوا الماتش ده. على الناحية التانية بقى تمسك الزمالك بإقامة الماتش في ميعاده بالقوام القديم، وكمان أعلن اتحاد اليد من قبل كده إن الموضوع كان كبير، واتحاد كرة اليد قرر في النهاية إقامة المباراة في ميعادها يوم الجمعة اللي جاية. اتحاد كرة اليد كان أصدر النهاردة بيان على لسان رئيس الاتحاد المهندس هشام نصر بينفي تدخل الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد في قرار خوض آخر جولتين لدوري المحترفين لكرة اليد الموسم اللي فات بقوام الموسم القديم. البيان اللي صدر النهاردة من اتحاد كرة اليد قال إن الاتحاد المصري خاطب لجنة المسابقات في الاتحاد الدولي لكرة اليد، واللجنة دي مستقلة تماما عن مجلس إدارة الاتحاد الدولي برئاسة الدكتور حسن مصطفى، وهي اللي أصدرت الفتوى بخوض الجولتين قبل الأخيرة والأخيرة بالقوام الأخيرة. اللي بنتمناه إن احنا نشوف مباراة قوية، واللي بنتمناه أكيد إن احنا نشوف لعبتنا من الفريقين يكونوا يعني فت واقفين على رجليهم وبيلعبوا الماتش كويس، الماتش من اوله لاخره نشوف فيه كره يد فقط بعيد عن التعصب. كده كده اللعيبه خلاص هم كده كده زمايل وبيتقابلوا في الاسبوع مرتين ثلاثه مع منتخبنا الاول ومع المنتخبات المختلفه. ان شاء الله الماتش دوت نستمتع بيه، نتفرج عليه، نطمن على شكل عدد كبير من قوام منتخبنا الاول الاساسي، اكيد هيكون بيشارك في المباراه دي، مباراه مهمه. ومهما كنا بنفكر في منتخبنا ومهما كنا بنفكر في بطوله العالم المونديال اللي هيكون في شهر واحد، لكن اكيد هتبقى بطوله ودرع غالي جدا بالنسبه للفريقين، فهنشوف ايه اللي هيحصل في نادي الزمالك. بيكفيه التعادل عشان يفوز بدرع الدوري، ولكن النادي الاهلي لازم يحقق الفوز عشان يخطف درع الدوري من الزمالك، فهنشوف اكيد مباراه قويه وممتعه.